عندي سؤال جاي على الهوا دلوقتي، بيقول ان سميرة سعيد محتفظة بجمالها ورشاقتها عشان ما فيش رجالة في حياتها، دي حقيقة؟ واضح ان الرجالة عاملة مشاكل للناس. لا الحياة، بص، هي الرجل اتعمل عشان الست والست اتعملت عشان تبقى مع رجل. الكلام ده مش حقيقي، بالعكس. يعني لما تبقى علاقة صحية يا ريت، بس لما تبقى غير صحية هنا تبقى المشكلة. لما الواحد يبقى عايش لوحده أحسن، فأحسن يعيش لوحده. لو بقول لك أحسن تعيش لوحدك على إنك تكون في صحبة سيئة، بس انت مرتاحة يعني دلوقتي لوحدك بدون زوج ومكتفية بشادي مالي عليك حياتك، ربنا يخليهولك يا رب. طبعا. يعني انا يمكن مع الوقت ومع الفتره هيتجه اتعود ان اكون انه حاجاتي وحياتي وشؤوني لوحدي، وخلاص بقى لي فتره طويله لوحدي، فبالتالي يعني اخذت على حياتي. يعني وانا بقى لي فتره يعني مع ابني، طبعا بشوفه بيكبر قدامي، بشوفه بينجح قدامي وكده، فالحمد لله. في الدنيا يعني وما فيها. ما قدرت ناخد كل حاجة من الحياة. يعني أكيد في حاجات بتنقص في حتت، بتزيد في حتت، لكن في الآخر هي بتبقى متقسمة كويس. يعني صحيح. كل واحد بياخد نصيبه. الحاجة اللي نصيبه من الحياة. سميرة سعيد على مدار عمرها الفني دايما داعمة للمرأة، رغم ان انت انصفتي الرجل النهارده في لقائنا، بس انت دايما بتدعمي المرأة وبتدعمي قضايا المرأة في اغانيكي، وبتحاولي تقوي الـ الستات او السيدات اللي هم مستضعفين نفسهم ومش عارفين قيمتهم في المجتمع ومش عارفين ازاي يديروا حياتهم بشكل متساوي ومتوازن، لا يجوا على نفسهم ولا يجوا على الطرف الثاني. اغلب الاغاني اللي انت قدمتيها كانت اغاني مش هقول حماسية ولكن داعمة للمرأة ولقضاياها. عايز اعرف منك، هل ده انت كنت حريصه عليه كمبدا؟ دي اول حاجه. وتاني حاجه عايز اعرف منك رايك في المراه المصريه. يعني انا كنت قبل كده من خلال حواراتي معاكي الصحفيه كنت بتتكلمي على المراه المصريه وقد ايه هي قويه جدا وقد ايه هي صبوره وملهمه، خاصه على مدار الاحداث اللي مرت بيها مصر. أنا طول الوقت طبعا زي ما أنت قلت إنه أنا دايما بحاول أدعم المرأة بشكل ما أخليهاش ما تبقاش كمان المجتمع يعني بيظلمها، وكمان هي تبقى ضعيفة ومستضعفة ومهانة، فبالتالي دايما تبقى عندها، يعني إذا ما كانش عندها الاستقلالية المادية على الأقل يبقى عندها استقلالية وجدانية، تبقى وجدانيا قوية، تقدر إن هي تتواجه مشاكلها.